يا اهلا بكم من قناتكم تستارت، معاكم محمد فتحي وبنكمل كلامنا عن الفلاتر ديفلوبمنت كورس. دي القناه بتاعتنا على اليوتيوب كنت ستارت، افضل طريقه لمشاهده الفيديوهات هي الضغط على قوائم التشغيل او البلاي ليستس، ومنها بنختار الكرييتد بلاي ليستس. هتبدا تظهر جميع قوائم التشغيل عندنا، جميع قوائم التشغيل او قوائم التشغيل عندنا بلونين، اللون الازرق ده باللغه الانجليزيه واللون البرتقاني ده باللغه العربيه. ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتسيب تعليقك وتنشر الفيديو، ده بيكون من اكبر دعم لينا. هنكمل زي ما بنقول، ودي القناه بتاعتنا برضو على الجيت هاب، ممكن تنزل الاكواد بتاعتنا تلاقيها موجوده هنا. لو ضغطت على رحت على جيت هاب وبعد كده كنت ستارت، منها بندخل على الريبوزيتوريز، ومن الريبوزيتوريز هنبدا نلاقي احنا شغالين في البلاي ليست بتاعه الفلاتر ستيت مانجمنت. لو ضغطنا عليها كده هنلاقي الكود موجود في شكل برانشز، فلو ضغطت على البرانش مثلا الدرس 8 اللي هو الدرس اللي فات هتلاقي الموجود الدرس، ممكن تعمل داونلود للسورس كود. هنكمل بقى كلامنا عن البلوك لايبراري، الفلاتر بلوك لايبراري، وعملنا الابلكيشن المحاضره اللي فاتت، واحنا عاوزين نعمل الابلكيشن بالشكل ده او التايمر، هنكمل عليه. وانشانا في المحاضرة اللي فاتت انشأنا الكلاس اللي هي الخاصة، اول حاجة ضفنا الفلاتر ستيت، وانشأنا مجموعة الكلاسز الخاصة بالستيت زي الستيت ريدي، الستيت باست، زي الستيت رانينج وفينشت. وبعد كده انشأنا الايفنتس اللي هنستخدمها في الابليكيشن عندنا زي الايفنت ستارت والايفنت باوز، وشرحنا الكلام ده، ممكن ترجع للمحاضرة، وريزوم وريست والتك ايفنتس. النهارده هنبدا، وضفنا المحاضره اللي فاتت برضو الكلاس اللي اسمه تايمر بلوك، وعملنا كلاس اسمه تايمر بلوك بيكستند من البلوك وبياخد انبوت تايمر ايفنت، والاوتبوت بيكون تايمر ستيت، وعملنا اوفررايد للبروبرتي والميثود اللي اسمها ماب ايفنت تو ستيت، ووقفنا على كده. النهارده هنبدا نكمل، فانا هبدا هنا في الكلاس ده اول حاجه هعرفها ان انا اعرف الديوريشن بتاعتنا، فانا هقول له هنا فاينل اللي هنبدا بيها، فاينل انت اندرسكور ديوريشن، وانا هبدا مثلا ب 60 ثانيه، فهبدا هنا 60، ممكن تبدا باي رقم اللي هو هيبدا يعد تنازلي من الرقم ده كل مره ينقص واحد، وهبعت الرقم ده للتيكر اللي احنا شرحناه المحاضره اللي فاتت برضو. فانا هعرف فاريبل هنا فاينل من نوع تيكر، تيكر ده اللي هو بيعمل بيميت الايفنتس، تيكر هسميه اندرسكور تيكر. وبعد كده هنشئ الكونستراكتور، هنشئ فاريبل سوري تاني من نوع ستريم سبسكريبشن، وده انا هبدا اسكرايب للايفنت، هبدا اسكرايب فيه هلسن لاي تيك جايه من التيكر في الستريم سبسكريبشن، ده هيكون من نوع انتجر. وهبدا هنا الستريم سبسكريبشن من نوع انتجر، هسميه اندرسكور تيكر، اندرسكور تيكر سبسكريبشن، تيكر سبسكريبشن. وبعد كده هبدا بقى اعرف الكونستراكتور، وفي الكونستراكتور تايمر بلوك، ده الكونستراكتور بتاعنا، هنبعت له نيم ذا ارجيومنت اجباري at required، ده اجباري required، ومن نوع تيكر، وهسميه تيكر، وهأصين الاندرسكور تيكر للتيكر اللي احنا جايبينه او اللي جاي من عندنا، هنأصين التيكر ده للاندرسكور تيكر. وبعد كده هبدا بقى في البروبرتي اللي هي البروبرتي اللي عندنا اللي هي الانيشال ستيت، هبدا بالوضع ريدي، اول ما ابدا الستيت زي الستيت اللي هي موجوده قدامنا دلوقتي كده، الستيت ريدي هو جاهز، فانا كده هقول له هنا الانيشال ستيت بتاعتي زي ما انت شايف التايمر اهو في الحاله بتاعتنا اللي هو ايه اللي هو ريدي، فانا هبدا هنا الانيشال ستيت هتكون ريدي، وهبعت هنا الديوريشن اللي هو ريدي جاهز اللي هو هيبدا من عند ال 60 اهو كده ريدي. وبعد كده هبدا بقى في الماب ايفنت، ماب ايفنت تو ستيت، اول ما يجي ايفنت من الايفنتس اللي اتكلمنا عليها، اول ما تبدا تضيف اي ايفنت من الايفنتس اللي اتكلمنا عليها اللي احنا قلنا عليها دلوقتي اللي هي الستارت او الباوز او الريزوم او الريست او التك،
اي ما يبدا تضيف اي ايفنت للبلوك بتاعنا هتشتغل الميثود اللي هي اسمها ماب ايفنت تو ستيت، وترجع بحاجه من نوع ستيت او التايمر ستيت معانا. فانا هلغي الكود ده وهبدا اسال الايفنت اللي جاي هل هو نوعه ايه بقى، هل هو كان ستارت ولا كان باوز ولا كان ريزوم. هبدا اعمل كونديشن على كل الايفنتس اللي ايه الاحتمال اللي احنا انشاناها مع بعض المحاضره اللي فاتت. فطبعا هبدا باف كونديشن كده بسيطه جدا، اقول له اف ان الايفنت اللي جاي ده if an event is start. لو الايفنت كان من نوع start انا هبدا انفذ البلوك اوف كود اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. فانا هبدا اعرف object من نوع start، هسميه start، سميه انت اي اسم، وهاساين هاساين الايفنت ليه. الايفنت يبقى الايفنت اللي جاي ده لو كان هو نوع start، طبعا ده البيرنت بتاعنا، خلي بالك التايمر ايفنت ده البيرنت لكل الايفنتس، عشان كده قلنا جينيريك هنستخدمه في الـ في الـ في البوليمورفيزم. فده بوليمورفيزم الفانكشن هنا بتاخد ايه، بتاخد بيرنت اهو، ده بوليمورفيزم شرحناه، ممكن ترجع لجزء الدارت. فالفانكشن دي بتاخد حاجه من نوع بيرنت، فانا بقى اديته بيرنت اهو، فاقدر البيرنت ده يكون جاي في شكل ايه، جاي في شكل ستارت، وممكن برضو الايفنت ده يجي في شكل تاني بوز، وممكن يجي في شكل تاني ريزوم. يبقى اذا هنا الميثود دي بتقدر تقوم باكتر من شكل على حسب الاوبجكت اللي هنبعته هنا. ممكن مره يكون من نوع، لان هو جاي من نوع البيرنت التايمر ايفنت، فممكن يقبل اي نوع تاني يكون تشايلد المين للتايمر ايفنت. فده بنسميه البوليمورفيزم، ممكن ترجع لمحاضره البوليمورفيزم. فانا هنا عملت كونديشن بقول له لو كان هو من نوع ستارت انا هبدا ييلد، اخرج يلد، قلنا يلد زي ريتيرن بس بتريتيرن اكتر من قيمه، انا هريتيرن رننج الستيت اللي اسمها ايه رننج، هريتيرن الستيت اللي اسمها رننج، تمام. وهديله هنا الستارت دوت ديوريشن، وطبعا يلد طالما هنستخدم يلد داخل الميثود بتاعتنا يبقى لازم امارك الميثود دي as async asterisk، وشرحنا الكلام ده برضو في جزء الستريم. وrunning مكتوبة تقريبا غلط، نحاول اوتو كومبليت يشتغل بسرعة كده، control space running، تمام. وبعد كده بعد ما بييلد running بقدر ان انا بتشيك هل الاندرسكور الاندرسكور تيكر سكريبشن ده مش بيساوي نل، يعني هو كان فيه اوبجكت من الجزء اللي فات او المره اللي فاتت، يعني لو انت بتتكلم الكلام ده في الايفنت اللي فات يعني، فانا هتشيك لو كان الاندرسكور تيكر سبسكريبشن العلامه دي، يعني لو ما كانش بيساوي نل انا هبدا انادي على الميثود اللي اسمها كانسل، اكنسل الجزء السابق او السبسكريبشن السابق، وهبدا اعمل سبسكريبشن جديد عن طريق ان انا اساين التيكر تيكر سبسكريبشن. التيكر سبسكريبشن هيساوي الاندرسكور تيكر ده اللي هو هيتك دوت، ده اللي هو الستريم اللي بيعمل اللي بيقمت التكس دوت التك. هقول له احنا هنا التك بتاعتنا هتكون التكس، عدد التكس اللي هنبدأ بيها التكس هتكون الستارت دوت الديوريشن بتاعنا البداية بتاعتنا، وهبدأ ألسن للتكس اللي جاية دوت لسن، وانا بلسن بنفذ الانونيمس فانكشن. الانونيمس فانكشن دي هتاخد بارامتر من نوع ايفنت، انا هنا اسميه ديوريشن، وبداخل الانونيمس فانكشن دي انا هنادي على اد، خلي بالك اد هنا معناها ان انت بتعمل ايه، اد دي بتنادي على ايه، هي اللي بتريجر الميثود دي. فانا كل مره هتعمل تك انا هرجع ايه هنادي على الفانكشن دي مره تانية عن طريق ان انا اد، لو تلاحظ كده هوفر على اد كده، اد بيقول ان هي بتنوتيفاي ذا بلوك اوف ا نيو ايفنت ويتش تريجرز ايه ذا ماب ايفنت تو ستيت، شرحنا الجزء ده في المحاضره برضو اللي فاتت يا ريت تراجع ليه. فانا هنادي على الميثود اللي اسمها اد، وبداخلها في الميثود اللي اسمها اد هاخد اوبجكت من نوع تك، هي تاخد اوبجكت من نوع تك، تمام تك، وهنبعت للاوبجكت ده الديوريشن، هتكون الديوريشن بتاعتنا اللي احنا بعتينها في الانونيمس فانكشن الديوريشن اللي هي الوقت المتبقي. وبعد كده
هبدا اعمل كونديشن تاني بعد الجزء ده، هعمل ايه؟ else if، هتشوف الايفنت اللي جاي بعد كده else، ولو الايفنت ده ايفنت من نوع is pause، لو هو كان من نوع pause انا هبدا انفذ البلوك اوف كود ده برضو بنفس الطريقه. هتشيك الاول هنا تاني، هقول له ممكن يكون الستيت دلوقتي هو شغال، الابلكيشن في حاله الرننج دلوقتي، يعني هو في حاله الرننج هو شغال، فانا بقول له اف ان الستيت از رننج. لو الستيت رننج انا هعمل ايه؟ انا هبدا هانسبسكرايب تكر سبسكريبشن دوت لا سوري هبوز الانسبسكريبشن دوت بوز، هوقف وبعد كده هييلد ان هو في حاله يلد ان احنا في حاله دخلنا في حاله في الستيت اللي اسمها ال بوست، وهديله هنا انا بوزد عند الديوريشن، واقف عند الديوريشن بتاعت الستيت دلوقتي دوت ديوريشن، وهبدا اعمل كونديشن تاني في الجزء ده برضو بنفس الطريقه، بس المره دي هتشيك على الريزوم، لو هو كان في الوضع ريزوم فانا هنا هبدا اقول له اف كونديشن تاني. نشرب بس ميه. فهعمل اف كونديشن تاني else if ان الستيت ان الايفنت سوري ايفنت از ريزوم، لو الايفنت من نوع ريزوم هنفذ الجزء ده او القطعه الكود دي البلوك اوف كود، وهنا هبدا ان انا هعمل اف كونديشن تاني اف ان الستيت ستيت از paused، لو هو كان معمول له paused انا هبدا هنا. خلي بالك هو لو الايفنت دلوقتي انت بتكليك على الريزوم، طب الريزوم هو كان ريزوم من بتاكد ان هو كان معمول له pause قبل كده، فالستيت بتاعته باز دلوقتي، فانا هبدا اعمل ايه؟ هبدا ان انا انادي على تيكر سبسكريبشن وهتشيك العلامه دي، لو كان مش بيساوي نل انا هبدا اعمل ريزوم، هريزوم ليه، هعيد استئناف هستأنف الرننج بتاعته، وهبدا برضو هييلد رننج هييلد رننج مع الديوريشن. طب رننج مع ايه؟ برضو هجيب الستيت دلوقتي هو كان واقف عند ايه، وهديله الديوريشن اللي هو كان واقف عندها بالشكل ده، والس اف تاني هنكمل باقي التشيك. احنا كده عملنا تشيك على الستارت، لو كان هو ستارت، ولو كان هو باوز، ولو كان هو ريزوم. هبدا اتشيك على الايفنت اللي بعد كده، اقول له إلس اف لو كان الايفنت لو كان الايفنت من نوع ريسيت از ريسيت، هنبدا ننفذ برضو قطعة الكود دي. فأنا هبدأ هنا أنادي على التيكر سبسكريبشن، لو مش كان بيساوي نل أنا هبدأ إن أنا دوت كنسل، عشان نبدأ نكنسل أي سبسكريبشن عشان نبدأ من الأول، هنريسيت وبعد كده هرجع لحالة الريدي. أكيد أنت طبعا إن أنت هتينا عارف إن إحنا هنييلد، أنت كده خلاص لغيت بتعمل ريسيت بتصفر كل حاجة، هتييلد ريدي ستيت ريدي وريدي مع الديوريشن اندرسكور ديوريشن اللي هنبدا بيها. هبدا من من البدايه خالص، هبدا بالديوريشن كام يا شباب؟ هنا هبدا بالديوريشن 60 اهو، هبدا هنا ريدي بالديوريشن، و بعد كده هنبدا نعمل إلس اخيره تاني إلس اف اني الايفنت is tick، وده الاهم بقى معايا، لو كان كل الايفنت ده بيتكرر كتير جدا اللي هو التيك
اللي هو هنا الايفنت اللي جاي كان من نوع تك، اللي هو كل ثانيه تقريبا بيجي الايفنت ده لو احنا شغالين في الرننج، انا هبدا ان انا هعمل اوبجكت من نوع تك، هسميه اي اسم تك مثلا ايكوال ايفنت، هقصين الايفنت اللي جاي للاوبجكت تك، لان الاوبجكت الايفنت اللي جاي من نوع تك فانا هقصينه لاوبجكت من نوع تك هنا. وبعد كده هييلد، بس هسال هعمل كونديشن هنا هتشيك، خلي بالك ان ده بيتكرر عمال بقى 60 بعد كده 59 58 57، فكل ده عمال يتنادى كل مره بس بايه بينقص في عدد التك. فانا هنا هييلد بس هسال سؤال هقول له اللي التك اللي جاي ده دوت الديوريشن، هتشيك على الديوريشن، لو كان الديوريشن اكبر من 0 انا هبدا انادي على انا في الستيت بتاع الرننج دلوقتي. خلي بالك هو جاي مثلا 57 فلسه احنا مكملين، هننقص تاني ب 56 55، فانا هنادي هنا على الرننج وهقول له نرجع بحاله الرننج معايا الرننج بالتك دوت الديوريشن بالوقت اللي هو 57 مثلا. طب غير كده هو وصل كان زيرو مثلا، خلاص كده يبقى انا وصلت للنهايه، فانا اقول له هرجع بايه بالستيت فينيشد، فينيشد في الستيت فينيشد بالشكل ده. يبقى انا كده خلصت الميثود، اهم ميثود عندي اللي هي ماب ايفنت تو ستيت. ما ننساش برضو ممكن نيجي هنا وانا عندي هنا اوبجكت بيستهلك الريسورسز اللي هو من نوع ستريم سبسكريبشن، البلوك اوتوماتيك يا شباب بيحصل له ديسبوس، بيتعمل له ريموف من الميموري او اوتوماتيك هو بيديسبوز او بيديليت من الميموري، يعني انت مش مالكش علاقه بيها، يعني مش هتهندلها انت، هي اللي هتتهندل اوتوماتيك. انما المشكله معانا في الستريم سبسكريبشن ده لازم احنا نريموفه مجرد ما البلوك ده يحصل له ريموف من الميموري، احنا نشيل كمان الاوبجكت اللي هو من نوع ستريم سبسكريبشن. فده انا هعمله ازاي؟ هقول لما البلوك ده يحصل له ديسبوز، البلوك التايمر بلوك يحصل له ديسبوز، انا كمان هشيل الريموف للاوبجكت ده. الكلام ده بيتم ازاي؟ انا ممكن اجي هنا وهاوفررايد على الميثود اللي اسمها كلوز، كلوز، وفي الميثود اللي اسمها كلوز انا هقول له احنا هنعمل كمان كلوز اول ما الميثود، اول ما الاوبجكت من نوع تايمر بلوك يحصل له ديسبوز، انا كمان هنادي على الاندرسكور تيكر، تيكر سبسكريبشن دوت، لو ما كانش بيسونل انا هبدا اقول له ان سبسكرايب او هاي او هكنسل الكلام ده، يبقى كده كده هيتعمل له ايه، هيتعمل له ديسبوز. وبكده يكون تقريبا وصلنا للفيديو ده. بس قبل ما انهي الفيديو ده هعمل كلاس تاني، لان انا هنا عندي كام كلاس يا شباب بيسملوا، عندي كام فايل بيمثلوا البلاك، البلاك باتر او التايمر بلاك، عندي 3 فايلز، عندنا الفايل الفايل البلوك نفسه والايفنت اللي داخله للبلوك والستيت اللي خارجه من البلوك. فانا لما اجي اعمل امبورت لازم اعمل امبورت للثلاثه فايلز، فانا عندي طريقه اسهل من كده، ان انا هاكسبوز او هاكسبورت الثلاثه فايل، هاكسبورت الثلاثه فايل في فايل واحد. ازاي الكلام ده؟ هاجي هنا وهعمل فايل تاني هسميه بلوك دوت دارت، بلوك دوت دارت، وهاكسبورت في الثلاثه فايل، اقول له اكسبورت الثلاثه فايل، الفايل الاولاني اللي هو مثلا تايمر، التايمر اندرسكور اندرسكور بلوك، والفايل اللي بعد كده اكسبورت التايمر اندرسكور ايفنت، والفايل الاخير الاكسبورت للتايمر اندرسكور بلوك. وبكده لو انت عملت امبورت للفايل تايمر بلوك كانك عملت امبورت للثلاثه، ثلاثه فايلات دول، فمش محتاج ان انت تعمل 3 مرات الامبورت. انا كده هقفل نهايه الفيديو ده، الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم على اليو اي بتاع الابلكيشن، وده هيكون اخر جزء ان شاء الله معانا. ما تنساش زي ما اتفقنا لو انت في اي استفاده من الفيديو يا ريت تشير على اي جروب للفيسبوك، بشكر الناس اللي بتعمل اللي بتدعمنا بعمليه الشيرنج، بنشكرهم جدا. ولو انت مش شايف اي استفاده احنا خلاص مش محتاجين منك اي حاجه، ونشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.